مثل الخيرات، ميت اهلا وسهلا حبايبي فيكم. اليوم رح نجيب لكم، جبت لكم وصفه بتاخذ العقل، وصفه بدنا نشد فيها البشره من اخر تجاعيدنا، وصفه بظن انه معظم الصبايا وستات البيوتي بيحتاجوها، وهي وصفه اقتصاديه جدا ومتوفره بالبيت، وكل مكوناتها بالمطبخ بتلاقيها وسهله وبسيطه، ما محتاج لحتى تشدي بشرتك وتاخر تجاعيد ظهورها. بعد ما تطلعي بس من الحمام بتكون المسام مفتوحه عندك، هذا الماسك تستخدميه بعد الحمام مو قبل الحمام، لما بتكون المسام عندك مفتوحه والوش نظيف. تعالي وشوفي هالوصفه يلي بتشيل الحبوب وبتشيل البثور وبتنظف الوش وبتبيضه وبتاخر التجاعيد وبتغذيه بشكل كتير كبير، يعني وصفه رائعه. قد ما حكيت لكم عنها هي رائعه كتير كتير. اول شيء لحط تقريبا ربع كوب من الحليب، اي نوع حليب هو يفضل، كامل الدسم او مقدار فنجان من هذا الحليب، لحطه بالوعاء اللي بدي اشتغل فيه. حليب كامل الدسم استخدمته، رح نستخدم حبة من الاسبرين. الاسبرين شو بيعمل معنا يا صبايا؟ الاسبرين مثل ما بتعرفوا بيعمل الاسبرين هو اللي بيعقم لك البشرة، وللصبايا اللي بيحطوا ميك اب وبينظف بشرتها، واذا كانت عندنا بشرة دهنية كمان كتير بيستفيد على الاسبرين، بفيد هاي البشرة بجففها شوي وبيطلع الزيوت من الوجه. الناس اللي بيطلع لها زيوت وبتكون بشرتها دهنية بفيد الاسبرين، والناس اللي عندها حبوب وبتحس دائما عندها بثور وحبوب سوداء وحبوب تحت الجلد، الاسبرين هو المعقم بشكل كبير لكل هاي الشغلات. دوبتها بهاي ليك لسه فيها، نحاول نحركها مزبوط، لسه في هدول بالمعلقة شوي شوي مع الحليبات، لازم ندوب الحبة مزبوط، حبة الاسبرين مع الحليبات. هاي الحبة الاجزاء اللي ما عم تنعمل معي حاولت اعملها لوحدة، طحنتها لوحدة، رح نزلهم هلأ بقى فوق الحليب بهذا الشكل. صار عندي الحليب والاسبرين، هلأ بقى لحضيف معلقة من النشا. تعرفوا انه هو النشا معلقة صغيرة، طبعا تعرفوا انه النشا هو مفيد بشكل كتير كبير لشد الوش. بنحطه مع هالحليبات وحبة الاسبرين ونخلطه مزبوط. هلأ اخر شي بدي اضيف له الفيتامين اي. الفيتامين اي هو عبارة عن، ممكن يجيكم سائل، ممكن يجي حبة من الفيتامين اي، بتحطوا حبة منها، واذا عندكم اياه هيك سائل هو حطوا معلقة صغيرة بهذا الشكل. الفيتامين اي شو فوائده؟ الفيتامين اي هو بيأخر الشيخوخة وبيعالجها وبيأخرها، وكتير مفيد انه ما بتظهر علامات الكبر عند تحت عيونك حوالي تمك، هذا هو فائدته للفيتامين اي. بنحاول نضيفه معظم وصفاتنا. هلا بقى ما في، اذا عندك هيك فرشاية صغيرة او اي شيء بتقوم تستخدميه جيبيه وحطيها على الوش، خليه لا تخلي قسم الوش الا تحطي عليه هاي هذا الخليط، بتحطيه وبتمرريه على عيونك وعلى تمك وعلى كل شيء وتركيه لينشف، وبس ينشف ردي عيديه مرة ثانية بعد النشفان، شوفوا كيف بقى الوش رح يلمع لمع، شوفوا كيف رح يصير بالمرة الثانية. بالمرة الثانية لما بينشف معكم الخليط اغسلوا وشكم، غسليه وتركيه ينشف، وبعدها حطي المرطب اللي انت بتستخدميه، اي مرطب انت بتستخدميه، دوف، الفازلين، اي شيء انت بتستخدميه حطي المرطب بعد هاي الوصفة بعد ما تغسلي وشك، وشوفي بقى اللمعان، شوفي الشيء اللي انت ما بتتخيليه بس من هاي الوصفة البسيطة اللي عملناها بدقيقتين. وكرري كل يوم عن جد صبايا، ما في يوم الا بعملها دقيقتين هالوصفه وبحطها، فظيعه مرعبه هالوصفه، قد ما بتشد البشره وبتخليها ما قد تشد، بتخليها تلمع، عم تضوي ضوي دائما وشك بكون عم يضوي ضوي. واذا حطيتي بعدها شوي من كريم الاساس عندك طلعه او شيء شوفي اللمعان غير شكل. وجربوا هي الوصفه وان شاء الله رح تدعوا لي وصفه ممتازه، ولا تنسونا من المشاركة ومشاركة الفيديو وتفعيل الجرس لتصلكم كل وصفاتنا إن شاء الله. شكرا للمتابعة.